يقول السائل: لدي أموال من ريع وقف وأنا ناظره، والوقف يريد إصلاحا ولا يكفي هذا المال، فهل أوزعه على المستحقين أم أصلح به الوقف؟ تصلح به الوقف بقدره، تصلح به الوقف بقدره، ولو كان قليلا صلح منه الوقف على قدره، وإن رصدت من الغلة رصدت ما يكفي لإصلاح الوقف هذا واجب. لا تعطي أحدا شيئا حتى اجمع كل ما يغله الوقف، اجمعه وارصده ثم أصلح به الوقف، ثم بعد ذلك تعطي أصحاب الوقف إذا بقي شيء أو أغل شيء بعد العمارة. العمارة مقدمة،